ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة. كمان عندنا ماتشات كتير هنتابعها وهتتلعب في افتتاح الجولة الأولى من تصفيات الأمم الأوروبية وحاجات تانية كتير هنتابعها دلوقتي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيكون آخر موعد لاستلام مصروفات الحج من الفائزين بالقرعة في جميع فروع البنوك الوطنية ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية. النهاردة هيعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمر صحفي الساعة 9:30 بالليل باستاد الدفاع الجوي للحديث عن مباراة ملاوي اللي هتتلعب بكرة الساعة 9 في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار. وهيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غداً لمدة 15 دقيقة بداية من الساعة 10 مساءً. النهاردة والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الافتتاحية لتصفيات الأمم الأوروبية، أهمها لقاء منتخب إيطاليا مع منتخب إنجلترا الساعة 10 لربع، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب فنلندا.